إقليم البطحة تشهد توقيع الاتفاقية توأمة سياسية بين مجلس الفرعية الإقليمية للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحة حجر لميس وادي فيرة. بعثة اليونيسيف بقيادة المسؤول الإعلامي تصل إلى إقليم السلامات للنشاط إقامة النشاطات هناك. فعاليات المهرجان الثقافي الدولي شيلو تختتم دورتها السادسة وسط حضور كبير من المشاركين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء الشادية ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية. كما تعلمون أن يوم الأحد هناك ضيف نشرة معي داخل الاستوديو السيد عباس محمد السيشي. علي محمد السيشي رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. السيد عباس، السلام عليكم. عليكم السلام الأخ عزيز. طبعا نناقش معك في هذه النشرة حول موضوع الإضراب والوساطة اللي أنتم قاعد تقوم بها بين الحكومة والنقابات العمالية. نعم. ترأس مساء أمس رئيس حزب الحركة الاجتماعية الإفريقية المتجددة إبراهيم غلام الله بفندق الشرابيل، ترأس انطلاقة أنشطة سياسية للحزب عام 2018 وسط حضور كبير من المناضلي ومناضلات الحزب. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. إن الأنشطة السياسية التي تشهدها الساحة التشادية لممارسة الأنشطة الطوعوية انطلقت نشاطات حزب الحركة الاجتماعية الإفريقية المتجددة في دورتها 15 منذ تأسيسها، وقد حشدت جميع مناضلو ومناضلات الحزب للمشاركة في تفعيل الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية بوغية المشاركة في حملات التوعية الإعلامية للدخول في انتخابات المجالس البلديات بدوائر العاصمة ومدن أقاليم البلاد، وكذا ترشيح نواب برلمانيين. وقد تحدث رئيس اللجنة التنظيمية عن ضرورة القيام بتعبئة الجماهير عبر الحملات التوعوية. إن السنوات الخامسة الأشهر المضت جعلتنا نفهم السياسة وأقلها فضلا على خباياه وقضاياه. كل عام كان عاما من الخبرات والابتكار. باختصار، كل عام يمر يجلب لنا خبرة في حياة حزبنا الكبير. إبراهيم أحمد غلام الله رئيس حزب الحركة الاجتماعية الإفريقية المتجددة أعرب عن فرحته بهذه الأنشطة السياسية التي نظمت من قبل مناضلي ومناضلات الحزب، حثا إياهم بمواصلة أنشطتهم السياسية بكل حرية وشفافية بدوائر العاصمة أنجمينا. وصلت البعثة التي يقودها المسؤول الإعلامي بمنظمة المتحدة للأمم والطفولة اليونيسيف باسكال فيرسو إلى حاضرة إقليم السلامات، وكان في استقبال البعثة حاكم إقليم السلامات محمد زين الحاج يحيى، حيث تقوم المنظمة الأممية بتنفيذ العديد من المشاريع الصحية والتعليمية في الإقليم. تقرير حسن جدا عمر. إن هذا اللقاء الذي جمع حاكم إقليم السلامات محمد زين الحاج يحيى بوفد البعثة الإعلامية التي يقودها المسؤول الإعلامي بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف باسكال فيرسو برفقة ماجندوبا ممثل المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة، يحدث إلى شرح أهداف وأبعاد البعثة للحاكم والأنشطة التي تقوم بها البعثة خلال تواجدها بمدينة أم التيمان حاضرة إقليم السلامات. وعلى حسب كل من رئيس البعثة وممثل وزارة الشباب والرياضة تتمثل أهداف البعثة في تجميع النتائج المسجلة من قبل مركز الاكتشاف التطوعي التابع لمركز القراءة والتنشيط الثقافي وتوضيح المبادرات الشبابية المتعلقة بالتوعية حول الفحص المتتالي ضد مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة وطبيعة النشاطات التي يوفرها المركز الثقافي والتي تسهم في نشر المعرفة العلمية للشباب، كل ذلك عبر مشروع إي ريبورت الذي يعد أداة للاتصالات المجانية التي تساهم في التعبئة الاجتماعية وتعزيز قدرات الشباب المراهقين. وطبعا أننا زي ما المناطق الآخر هنجد الريجون سلامات يعني السكان مكون يعني غالبا من الشباب، معناتك كان قلنا السكان غالبا مكون من الشباب ده المشروع ده لابد أن نفهمه يعني اهتمام حقا. من أجل ذلك قلنا أننا مستعدين، يعني أنا وزملاني المعي في العمل كلنا مستعدين عشان نشاركوا
ونساعدوا الشبان عشان يقدروا يوصلوا للهدف. عقب ذلك توقفت البعثة بمركز الدراسات والتنشيط الثقافي بمدينة أم تيمان حضرة إقليم السلامات، والذي تم إنشاؤه عقب اتفاقية أبرمت بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة الفرنكوفونية منذ ديسمبر من العام 1997، حيث تقام فيه العديد من الأنشطة الثقافية، حيث تفقدت البعثة جميع مرافق المركز، المكتبة والمركز التطوعي الخاص بالفحص المبكر عن مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف. أنا سو أكتبته هنا مش الليكتور يقرأ في بيبليوتيك غان سو سنسيبيزاسيون مش الكونفرنس ديبا ديالوج كوميونيتير كوزير إدوكاتيف. هذا وأن البعثة ستقوم بأنشطة متتالية خلال الأيام المقبلة، من ضمنها تعريف شباب الإقليم بمشروع إيريبورت الذي يعد أداة اتصالية تهدف إلى توعية الشباب حول خطر فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة وكيفية التسجيل في هذا المشروع، والنتائج التي سجلها المركز الفرعي للمشروع منذ تأسيسه في العام 2016. من إقليم السلامات إلى إقليم البطحة، حيث تم إعلان في مدينة آتيا البطحة عن تكوين توأمة سياسية بين مجالس الإقليمية لحزب الحركة الوطنية لإنقاذ الـMPS للأقاليم الثلاثة البطحة وحجر لميس ووادي فيرة، كان ذلك بحضور حاكم إقليم البطحة علي عبد الله. تقرير محمد طه جبن الحور. المجالس الإقليمية للحركة الوطنية للإنقاذ بكل من البطحة، حجر لميس، والداي ووادي فيرة تدخل في توأمة سياسية بغية التكامل والتواصل. هذه الفكرة الفريدة من نوعها أعلنت من هنا في آتية من قبل الأمناء العامين الإقليميين للمجالس المذكورة. صاحب المبادرة الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحة إبراهيم سنوسي إمام أبدأ ارتياحه لنجاح الفكرة. الارتباط الحسة جمعانا معناه نحن عندنا عادات وعندنا تقاليد لتربطنا، والعادات دي ما بس تجيب في العادات، ولكن عندنا حتى الشعوب اللي بتلقاها في وداي ممكن تلقاها في البطل، ممكن تلقاها في حجر لميس. البطحة وداي وادي فيرة وحجر لميس يجمعها التواصل العرقي، ومن الطبيعي أن تتكامل سياسيا. هذا ما أكده من ناحيته الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ في حجر لميس أبكر موسى كالي. اليوم أنا جينا لمينا هنا في بطحة وسوينا جميلاج عشان المناضلين والمناضلات على MPS يقوفوا كرجل واحد ورا يدرس دي بيتنو. أما الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بوداي عباس عبد الكريم بدر تطرق هو إلى الوضع الاقتصادي للبلاد ودور المناضلين في هذه المرحلة. الكريز ده المزبزبين سوى شيء واحد، لكن زي ما قالنا الزمن بثلاثة ألفات نتمنى الموظفين كل يكونوا وطنيين والحكومة تعمل حوار ده بوليتيك. أنا MPS راعي الحفل حاكم إقليم البطحاء علي آدم عبد الله شدد في خطابه على ضرورة تحقيق هذه التوأمة في كافة المجالات. وكان أنا اليوم بقيت جوبرنير في حجر لميس، واليوم تاني كان في شارب أقليمي حجر لميس، واليوم في البطحاء معناتها ميليتان أنا MPS وكادر أنا البارتية قاي شخال، وانتو الناس ميليتان القاعدين كل القاعدين هنا البطحة أقيفوا معنا، كان جينا في ناحية سياسية أقيفوا معنا، والبرنامج الماشي فوق ده نتوحدوا ونكملوا وننجوا في برنامج حقه. تبقى الإشارة إلى أن المناسبة كانت في أجواء من الطرب والبهجة واختتمت بمأدبة عشاء نظمها المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحة على شرف ضيوفه. نبقى بإقليم البطحة، حيث قام المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم البطحة بجولة تفقدية في بعض المرافق الصحية بمركز إداري الجضعة، حيث طالب من العاملين بضرورة استمرارية العمل في الأقسام الطوارئ في ظل الإضراب المستمر. تقرير محمد طاهر جبريل الحر للمرة الثانية. في ظل الإضراب الشامل للعمال الدولة المستمر حاليا،
تسعى السلطات الصحية إلى إبقاء الخدمة المحدودة بكل المستشفيات لصالح المواطنين. في هذا المضمار جاء الاجتماع المنعقد ما بين المندوب الإقليمي للصحة العامة بالبطحاء وعمال الصحة في مركز إداري الجضاع وادي ريما. المندوب استمع في البدء إلى تقديم الصورة الواقعية للعمل في هذه المنطقة شبه الصحراوية التي تعد من أكبر مناطق إقليم البطحاء، ويعد معظم سكانها من البدو الرحل. الصعوبات المطروحة تعهد المندوب الصحي علي إسماعيل بجار بالعمل على معالجتها، وركز على ضرورة تكثيف التوعية لصالح المواطنين للمشاركة في حملات التطعيم الروتينية، وكذا متابعة النساء الحوامل. كما قام المندوب الإقليمي للصحة العامة بالبطحة بتسليم سيارة إسعاف إلى رئيس مركز إداري الجضاع، وهي إحدى 4 سيارات منحت للإقليم مؤخرا من قبل وزارة الصحة العامة. المندوب طلب من مسؤولي الصحة بالمنطقة ضرورة الاستخدام الأمثل لهذه السيارة، وأنه لا يمكن تحريكها لمسافة أكثر من 10 كيلومترات إلا بصحبة أحد رجال الأمن. نظمت يوم أمس منسقية جمعيات المجتمع المدني بالدائرة 9 لمدينة إنجمينة يوما توعويا لسكان الدائرة حول أهمية السلام والتعايش السلمي. حضر المناسبة عمدة الدائرة وبعض المسؤولين. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. السلام والتعايش السلمي ونبذ العنف ودور الجمعيات المدنية في المجتمع ومواضيع أخرى يراها المنظمون جديرة بالحوار أدرجت ضمن أعمال اليوم التوعوي حول السلام لصالح سكان الدائرة 9، حيث قدم المتداخلون كلمات متتالية عبروا من خلالها عن أهمية التعايش السلمي وعدم المساس بالأمن والاستقرار لأنهما عاملي التقدم والازدهار في كل المجتمعات والأمم. بعد من الأخوان ده ما قدروا في مياه هسا السوسيتي السيفيل خدمة هكا شنو الأوبوزيشن خدمة هكا شنو والغوفرنمان خدمة هكا شنو. نطلب من أي شاب سكاننا نبي مرمسمان خلي الكريز القادين فوقنا ما شغل يكون دائما من هنا لفترة قصيرة إن شاء الله يبقى ورانا ونعجل في شغل آخر. أما بخصوص دور جمعيات المجتمع المدني فقد تساءل البعض عن الدور الحقيقي الذي تلعبه هذه الجمعيات وما لها من تأثير إيجابي أو سلبي في المجتمع. فقد رد النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة 9 بقوله إن هذه الجمعيات يجب ألا تكون سياسية ولا معارضة للسياسات الحكومية إلا إذا تعارضت سياسة الحكومة مع الدستور، فهنا يمكن لهذه الجمعيات أن تلعب دور الموجه والمصحح لمسيرة الحكومات والمراقب لأنشطتها لأنها وليدة المجتمع وتعمل للصالح العام للمواطنين. كما قلت في بداية النشرة معي داخل الاستوديو ضيف النشرة السيد علي عباس سيتي رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. السيد علي السلام عليكم. كيف حالك أنت؟ كيف الحال؟ الحمد لله. طبعا الكل يعلم أن تشاد دخلت في إضراب مفتوح من قبل النقابات العمالية أعتقد 21 يوم اليوم، وأنتم كلجنة في الحوار لجنة وطنية للحوار الاجتماعي تقومون بإجراء مصالحة يعني أو تقريب وجهات النظر بين النقابات والحكومة، لأن هذه الأزمة أثرت يعني في الجانب الاجتماعي خاصة في الجانب الصحي والتعليمي، وهذا شيء مؤثر طبعا في المجتمع، وأنتم كلجنة وطنية للوساطة بين الحكومة والنقابات العمالية شنو شيء سويتوا من خلال العمل اللي قمتوا به في الأيام الماضية؟ فعلا أنت زي ما قلت أننا وسط بين الحكومة وطرف العمال. نعم. لابد أنت كان تحاول تشجع الناس أن يقدر يتفهموا، ما شيء سهل أكيد. واليوم حكومة عندها موقف بالنسبة للصعوبات الاقتصادية. نعم. يعني الدخل بقي قليل جدا أكيد. والدخل بقي قليل جدا، طبعا حكومة يحاول بكل طريق قبل كل شيء يعني الأمال لك يكفي من المحية، وكفان المحية ده من سنة فات الدكريت 1987 النقص الاندمنيتي والبريم ده في شهر واحد ده وصوه، يعني حتى قطوا الاندمنيتي والبريم الأول ما قطوه على حسب ما هو الحكومة فسره. وهم الأمال كان يقولوا كي يعني ده الشيء ده
القطان ده وصل حتى سعر حقهم هم يقولوا مثل ده اها وقال اذا اللي قال سعر حقهم ده هم يعني مثل الحكومه قصر ولا مثل رومبر كونترا معهم كي في ده بس مش في الاضراب والاضراب بيجي اضراب اضراب ليميتي نعم. ما عنده توكيد ما عنده حدود نعم. وطبعا يعني أربعة الفات كان في لمينا في كوميتي تكنيك تريبارتيت في طرف من الحكومه وطرف طرف من رجال الترافاير كله ناقشنا في لان البلاتفورم الريفانديكاتيف ما هدرت معنا امن الحكومه بواسطه الوزير الماليه وزير الديالوج سوسيال قدم لنا اجراءات اقتراحات وفي الاقتراحات ده يعني يقول كدر كي شهر اثنين كدر شهر ثلاثه شهر اربعه عنده كده برنامج والبرنامج ده حتى يدورك الأمال كله يكونوا معهم مع الحكومة ما عشان سوى البرنامج ده ينفذوا والنفسان البرنامج ده يجيب تعديل وكان جاب تعديل لابد حقوق الأمال يكون يعني يريتابلير يعني يجيبوه محلاته يقبلوا في مكانه على رفيدة لابد إلا يناقشوا كما جو في الديالوج ده ما يلقوا حل أكيد دونك اليوم أنا نقول يعني المشاكل القاعدة بين الأمال والحكومة ده ما بقي فوقهم هم اثنين بس بأثر في الناس بأثر في الناس كلهم بأثر في رجال الأعمال بأثر في السكان في أي واحد يعني زول في نادي مرداني في لبتان ما يمدي إمكانية ما يقبلوا وفي ناس كثير مساكين عندهم في المدارس الببليك ما يمشوا يدوا يالهم في الكول ويشوفوا يال الآخرين في الببليك ماشيين ده دخلوا يجيب مشاكل ولا كيف والإنفيرتي كذلك وتعرف التعليم ده مهم يعني البلد كما مبني بتعليم ولا يكون سنافات كل قصرنا ثلاثة شهر والسنة كل بدينا نقصر ده ما كويس يعني يقبل وراء التعليم لانك كان تشيف ده الحوار ده ما كلنا مجبرون على الحوار بل الحوار ده كيف تقدر يعني شنو الحوار الحوار ده لا بد حكومه يقول انا سويتها امن هسه قلت لك اترا سؤال ده يقول في الاترا ده ماشي يعدل كده ويعدل كده كما ما كلم ما ده كيف يتفوا الادارة ده واجب الرمال يناقشوا عنه يشوفوا وهم كل يقولوا كونتر بروبوزيشن اقتراح ولا اقتراح اخر وفي الاقتراح اقتراح مقابل اقتراح اقتراح انما يلقوا مفاهمه هذا بس انا اسالهم جدا داري نقول حتى من طرف الترافاير ده لابد هم يشوفوا الحوار ده بس طريق اللي يقدر يجيبه فعلا حوار اول مبني في مناقشه ونقدم ريكومنداسيون للحكومه وسياده للحكومه اما العلم ده حتى وزير الماليه وزير الديالوج سوسيال يقولوا ان هم مستعدين ك يا سوسيي ترافاير يدخلوا الترافاير كيف في يشاركون في 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 البرنامج كي البعض اللي بقى النظام على الحكومه اميلوراسيون ريسيت متري دي ديبونس يدوروا كي يدخلوا يشاركوا للترافاير خل دونك حتى كان قاعدين في الجراف كله ممكن يقدروا يشاركوا ويبنوا سوا مع الحكومه اما قاعدين في الجراف ويجي يشاركوا ده ما بقى لابد يجوا في ديالوج في 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 الحوار وجوا في الحوار كان يعني مناقشه مقابل مناقشه كان ما يلقوا حل سلمي والمساكين هسه تعبانين في المستشفيات وفي المدارس وفي كل طرف ده كل يجي في مكانه اما الحوار ده كلنا مجبورين عليه هلا بس شيء فعلا الحوار هو الحل الوحيد ما في حل اخر الا الحوار يعني ان كان النقابه ان كان الحكومه لابد من الحوار وبعدين يصل لحل وسط الان نشوف ان بعض الناس يعني رجال الدين وبعض الجمعيات المجتمع المدني كلهم ايضا يعني تبنوا مساله الوساطه بين النقابه وبين الحكومه فانتم كلجنه وطنيه للحوار شنو دور هنا الجمعيات المجتمع المدني وبعض السياسيين وبعض رجال الدين دخولهم في هذا الصف وهم ايضا هم يدوروا يعني زي ما يقولوا يلقوا حل للازمه الاقتصاديه اللي احنا قاعدين فوقها زي ما انت تعرف ده الافضل لشنو الافضل للناس مثل رجال الرجال السياسيين رجال الدين اخر كله كان يجوا يدخلوا في الموضوع ده لابد عشان يجيبوا سهم بناي ما عشان يزود الفتن لفتن نو يعني كان واحد يعيد الأموال ضد الحكومة ولا يعيد الحكومة ضد الترافاير ده يعني ما يودينا قدام ولا أنا نقول اليوم ده الشيء الحاصل ده بخصنا كلنا أكيد ما حكومة ما ترافاير ويدهم بس ما أموال ويدهم بس بخصنا كلنا عشان ندوروا البلد تمشي قدام والحكومة هي اقتصاديا مجبوره لشيء هسه قاعد يصير انا كمان نقول الحكومه تدير بدون حتى المينسترات كلها هنا بكتو حتى انتم قاعدين تخدموا كله هناك بكتو يعني
الشيء اللي بيجي ده إجباريا. أما بتاتر كيو كان بيجي إجباريا كله لابد الحوار شن طرف الأموال كله عندهم إجراء عندهم إدراد عندهم فكر عندهم شيء يقدر يقدم للحكومة. حكومة هو مستعد يا سمام، وممكن كان في شيء يقدمه بتاتر يقدروا يلقبوا حل. أما كان ياتوا كل في مكان ده حل ما في على الناس الأديان والناس السياسيين والناس ياتوا ده. أنا في حقيقة كان جو في التلفزيون في الراديو ده خلي كل واحد يقول شيء على ابني، بس الشيء ما سهل ما في يعني وطننا، وكان دخلنا في برجال ما من سهل أنا أي واحد ولكن وشرطوك التعبان المسكين بس الزول الكل ما سبا يمرك ورارد قال اليوم ده لابد هو بدي يتعب ولكن بتاتر أنا وإنت أكون نقول عندنا شيء كده قاعد في المحل وندر قدر يومين سبوك ندر يجي ما في واحد كم ما مرك فيه ما بكم ولكن دونك خلي كل واحد ينظر كي المصلحة العامة قبل مصلحة الخاصة. نعم شفت هذه دونك أنا نقول الأمال ده لابد خلي ما يزعلوا ما يقول حكومة سنة فاضة كله قالنا ما سنة كله ما شيء جديد جاب لنا ما فيه وكذا كذا الحالة كذا ما أدرت يعني الكريز السوسيال وكريز فينانسيير وكريز إيكونوميك دي مسات كل البلدان العالمية. أما تشاد كان زيادة عشان شنو اقتصاد حقه ده تعبان ما ديفيرسي فيه يعني اقتصادنا أنا سرتو واقف في البترول يعني في مثل كامرون ده اقتصاد وهلا مرتفع في كامرون اقتصاد حقه وسيع ولا كيف ما حس مثل أنينا حسينا بقى ولا كيف وكان كريز كريا بدون الوقت ده إلا حكومة يكلم يجي يصبر والأمار كله يصبروا والطرف الآخر أديان وسياسيين كله هم كله يساعدوا الطرفين كله عشان لا يتفهموا ما عشان يشجوا لنا ضد الآخر. نعم. كوميونيكاسيون ده مهم مرة وايد. نعم. سيد علي عباس سيشتي طبعاً أكيد الناس يتابعون هسا في النشرة أكيد هل أنتم وصلتوا لنتيجة ملموسة يعني شيء ملموس في الوساطة اللي أنتم قمتوا بها التقيتوا بالحكومة والتقيتوا بالنقابة هل مثلاً في الأيام الجاية يكون في يعني زي ما بيقولوا فرانسيس بوار يعني أمل يكون فيه على أساس أن الأمور تعود المستشفيات تفتح أبوابها وأيضاً المدارس ايضا الـ يعني الامور تعود كما كانت هل مثلا في امل تقدر توري للناس المشاهدين هسه حاليا؟ في كلامك سيء انا كي يعني مقتنع كون في الايام الجايه لابد نلقى حوار زياده والحكومه كله الشيء ده شايفيننا كنا صعب حتى الامال كله موقف راسها قاعدين فوق ده شايفيننا صعب عشان الابهات والامهات يالهم في البيت والمرضان كان ماشي في الابطال ما بلقى علاج وحاجات كثير ناقصه دي لابد يعني الشيء ده ناري كان قال لك انا ما عندي حاجه كل ما كذب ساكت ولا كيف دونك الاجبار من الـ من الـ من الـ من, الـ من الشعب ده بيجيب لنا حاله ان شاء الله. انا كنت اقول للحكومه انتم كان مستعد أمي تكلم علينا في الملمس هنا قال عند إجراء البروبوزيشن كده قدمت علينا ولا بد البروبوزيشن ده الأمال واجب يشوفوا ويسووا كونتر بروبوزيشن وبروبوزيشن كونتر بروبوزيشن كده ما نلقوا حل ونقول يعني ده طريقة الواحدة أن نلقوا بقى حل للشعب ونقول في الأيام الجاية دي لابد الطرفين يقولوا بكان واحد يناقشوا وبتتر يلقوا موقف أمن الموقف اللي يقوله ما مثل أول يعني موقف شن يسوي ريكومنداسيون للحكومة لابد أكسيون ده يسوي سوا حكومة مال أمال لجنة السنديكا دول أنسامبل يشوفوا مثل بردان في الصول الصول ده قال عنده حاجات ناقصة جدا بتتر يقول 10% 20% كل الناس قاعد يشيلوا سالير بدون حق لابد الترافير يجوا مال الحكومة سوا يشوفوا الحال ويجوا حل نعم لحلقة ويقبلوا الشيء في محله نعم. كان لقوا إيكونومي في ده لابد بيساعد الأمال نعم. أمباكر بارين أريد الدبلوم ده كله قايد نعم. أريد الدبلوم ده كله حكومة مستعدة تدور السنديكا يكون مع الحكومة سوا رجل برجل كنما نعم. يبنوا الشيء ده في الخلاص والنتيجة للقرى يكون بناء للأمال وللبلد الشهادات المزورة الشهادات المزورة وبعدين في ناس كده ما في محلهم وكده كده ولا كيف حاجات دي كل حكومة مستعدة من هنا قدام ده ما ترجع ما ريكومنداسيون من الترافاير تدورك تشترك مع الحكومة عشان يبنوا سوا الشيء اللي يجيب حل. نعم جميل السيد العباس طبعا أكيد أنت طبعا النقابات عندهم مطالب والحكومة أيضا عندها مطالب صعوبات عندها صعوبات عندها صعوبات وعندها مطالب تدور من النقابات لابد النقابات تفهم الحكومة والحكومة أيضا تفهم النقابات طبعا فأنتم قاعدين وسط بين النقابة وبين الحكومة طبعا فشنو الشيء الصعب بالحين
الحكومة ما تقدر تسوي للنقابات، والنقابات أيضا هي ما تفهم الحكومة. يعني الآن قلتوا الحوافز الاندمينيتية نص عليها كلها قطعوا، والآن السنديكا بيقولوا حتى دخلوا في السالير، دخلوا في الراتب الشهري هنا الموظفين. فأنتم شلتوا الاقتراح عن النقابات مشيتوا للحكومة، والحكومة أيضا انطقوا اقتراحات جبتوا للنقابة. هل في تقريب في تفاهم بين النقابات والحكومة في شيء هسه الاقتراحات البروبوزيشن انطقوا من الحكومة للنقابات ده، هل في شيء كده ملموس؟ انت كان بديت تجيب حل للناس سلمي من الطرفين ده. لابد اشير كثير تقرب للسيشن توصل في النتيجه. هو اما انا بقول يعني انت هسه وريت كلام وايد مهم مره وايد. حكومه قاعده في صعبه اقتصاديا، يعني ازمه الدخل ده قليل، والسنه 2017 ده ما جاب بنا، ما جاب بنا، والحاله بقت اكون اضرب من الاول كله. ومن قدام كله كما لقي حكومة لقي حل مال باير FME بنك مونديال، هم دول مع الناس يعني يدوك دين وينتوك مساعدة. لابد أن نعمل بنتيك دين وينتوك مساعدة. عنده حقوق وعنده شيء كده، عنده شروط. والشروط ده ولا يودر ال الدينيتان الشاد، ولا يودر اسمه شنو سفرنتيان الشاد، شيء عالم معروف معرف يعني. وبعدين الشاد مش عالم، الشاد مش قال كده طبعا تساعدونه عشان ندور نعدل الاقتصاد حقي. FME قال له كان ده الاقتصاد حقك ده، انت شايفه دخلك قول 30 مليار، السالير حقك 30 مليار، ده قال ده ما بيشبع اكيد ده، انت قال لنا حل واحد. طبعا كان تدور سيمثل الله اني نساعده. لابد حكومه يسوي شيء اللي هم اوريدي عشان يمرق من المعركه اللي فوق ده. ولا كيف؟ اما ما نقول يعني اللي يكتوس عليه رنات رواير، ما حكومه كان ما لقي حال اخر ده، كان يدور يعدل كدر شهر شهرين كي يلقى يمرق راسه من علمي ده. زي ما يقول الناس كان علمي يدور ياكلك ده، كان لقيتها دبيب قال تكربه اكيد سيلا راسه. نعم ولا كيف؟ وترافير كله لو محق ما يقول انا اني سالير، السالير حقي ده نكفي بقى اجر البيت، نكفي اخوانا اللي كانوا جالي، نسيب بقى الدواء، نعيش بقى. ولا كيف؟ عندي فوق يعني يقولوا ستاندينج، يعني ستاندينج يعني مثل بوفار داشا. والبوفار داشا كي كان نقص ده ما انا قصدي اما الحل الرياليتي الحقيقه الواقع. الواقع يجيبهم يلقوا حل، ما اما يلقوا حل الى يناقشوا. وكان حكومه فهم موقف عن الترافاير، والترافاير كان فهم موقف عن الحكومه، وبعدين الشيء الحكومه تقدر ولا ما تقدر، ده كان ما في ماذا الترافاير كان ما في ماذا ما يقدر ولا انينا الترافين نحاول نكلموا معهم عشان نجيبهم في مفاهمات ده. ولا كيف؟ اما اليوم ده حكومه مستعده للحوار، ولا النقابه هم كانوا مساكين شويه كده يعني مثل السنه فات كده ناقشوا كده ولا شافوا كيف ما جابوا النتيجه. مثل الدكريت 96 اللي لسه قاعد، والوزير ترى دي كله قاعد، يعني مثل شافوا كده الباز يعني بالعربي يقولوا الباز. نعم القائده حقهم ده شافوا مثل كده ناس المسلمين ما سووا شيء. ولا كيف؟ اما يجي كان الزمن كي يجيبنا، وبتترى الحوار بيساعدنا. وزي ما انا قلت لك ده الحكومه كله خلي يعني توصف تفهم للترافير الحال. الترافير ما بعرفوا الحال هسه قاعدين فوق ده، اما ما تفتش ورا كيف جينا في الحال ده. كان قلت تفتش ده ولا تعدل على هسه قاعدين. نعم اكيد. اول شيء عدل الحال ده. كان عدلته ولقيت رمضان ثلاثك من علم ده، بعدين عدل للمستقبل الشيء اللي ورا انت تلفته. ولا كيف؟ اما حاليا ده خلينا نلقوا حل عشان نرفض غريب ده. كان نرفض غريب ده لابد شيء كده زي ما يقولوا الناس تدي للترافير اسبوار. شغل جامد. اللي يجي لك فوقه. والبركة ما تجي شغل جامد ده ما ممكن تجد الحل. ولا ده بدنا نقول يعني بعدين الهوار بيجيبنا فوقه. انا عندي اسبوار ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سيدي. اما ما نوريك سكراكي. نعم لا. شكرا. انا بس شكرا رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. السيدات والسادة، إذا نواصل النشرة. أزيل الستار ليلة البارحة بفندق ريديسون على فعاليات المهرجان الدولي شيلون للموضة في نسخته السادسة بحضور سفيري فرنسا وألمانيا لدى البلاد وعشاق الموضة والثقافة في تشاد. تقرير عباس عبكر مصطفى. بعد مضي 3 أيام على فعاليات مهرجان الثقافي الدولي تشلو للموضة في نسخته السادسة لهذا العام، والذي أخذ طابعا متميز عن سابقته بحسب العروض،
جميع هذه العروض تجسد مدى الإرث الثقافي واهتمام القارة السمراء بجذورها. اختتم مهرجان الثقافي الدولي تشلول الموضة بتوزيع شهادات شكر وعرفان للشخصيات التي شاركت في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية بعروض 11 زي من أنواع الموضات المختلفة. خرج المشاركون في أعمال الجمعية العمومية التي نظمتها الكنيسة الإنجيلية بتكوين المكتب التنفيذي الجديد الذي يضم 15 عضوا بقيادة السيدة بايمي ستيل. حضر المناسبة الختامية للجمعية العمومية الأمين العام لتحالف البعثات الإنجيلية في تشاد. تقرير أدم محمد شرفدين. بعد المناقشات والحوارات التي دامت لمدة 72 ساعة بمباني كنيسة ريبوكو النسوية التابعة لتحالف البعثات الإنجيلية في تشاد، حيث خلص المشاركون في الجمعية العمومية بتكوين المكتب التنفيذي الجديد والذي يضم 15 عضوا بقيادة مدام بايمي أستيلا، وبعيد مراسم التشكيل من قبل بعض القساوسة حيث قدموا صلوات بالطقوس المصحوبة بالترانيم الإنجيلية عاملين بذلك التوفيق والسداد في العمل. الأمين العام لتحالف البعثات الإنجيلية في تشاد دافيد جان راتو أثنى على جهودهن وتقديم المقترحات البناءة والتي تمثلت في تشكيل أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، طالبا منهن العمل معا لخدمة الدين المسيحي وتقوية وحدة الصف حسب ما ورد في الكتاب المقدس. ووصف دافيد هذا الحفل بالإيجابية وأكد بأن شعار هذه المرة لفت انتباه الحاضرين مما جعلهن يخرجن بنتائج إيجابية وهي ترسيخ القيم الإنجيلية في تغيير المجتمع. سيتم في هذا العام إضافة 4 فرق رياضية إلى الدرجة الثانية لرابطة إنجمينا لكرة القدم. بين هذه الفرق فريق إتوال بالدائرة السابعة لمدينة إنجمينا. كيف بدأ هذا الفريق ومسيرته الرياضية؟ في تقرير الزميل آدم حسن المكاوي. حلم النجومية في مستطيل الساحرة المستديرة كرة القدم هو ما جمع هؤلاء الشباب المتفاوتة أعمارهم بين سن 15 و17 المقيمين بالدائرة السابعة، فقرروا إطلاق اسم على فريقهم، فرأوا بأن يكون إتوال أي النجم بالعربية ليمتطوا الطموح به ويسيروا عكس التيار فقط من أجل أن يصنعوا حلما واسما مشرقا جديدا لكرة القدم التشادية المرهونة بالفشل منذ عهد بعيد. ولتتبع هذا الحلم واقتفاء أثره يتدرب الحالمون هؤلاء في أكثر الأوقات، وليس هذا وحسب، فهم وهبوا أوقاتهم وبدنهم وما عندهم من مال لتجهيز كتيبتهم الرياضية بالأزياء الرياضية وأدوات التدريب وصيدلية خاصة. ناس مش الجرج ويام درام دلان ناس هم أقول ناس فقر عندهم نية أنا بال ده بس جو بيجو غران جوار أنا أقول لك أن شلنا نية را نقدر مشيلهم أنكون نفوتهم قلوا فاد. الإرادة القوية لهذه المجموعة جذبت الكثير من المساندين والمشجعين من أهل الدائرة السابعة. يا لد علم شنام ده يا هدم يا لبو بنية وايد وقصر لهم مش الانتخان مش ما عندهم موية عديل كلهم موية عديلة يقدر كن مستجين شنو كله يقدر يهد كوب كن شنو كله يقدر يشيله. الطاقم الفني للفريق أكد بأن هؤلاء الشباب يملكون مستويات عالية، فقد كان ينقصهم الدعم الذي قد وفر لهم الآن، وهذا يعني بأن الكتيبة قد تحركت. ناكي خدمنا كثير مرة أصلا أنا جايند بريلين على أبو شامبيون أبوس كلهم يلاني عندنا عندهم نية قدرة رواية سينكى شارواي شارين تلاتة هو أصلا جايين كل بريباراتيف ده فيزيك بس تو أصلا جاي أي إكيب لقينا أنا كي جايز جينا على أبو مام. بخطى موثوقة صار الفريق حتى بات يقترب أكثر فأكثر إلى طموحته، وذلك بتسجيله ضمن أندية الدرجة الثانية لرابطة أنجمنا لكرة القدم. فيا ترى ما هو السبب لهذا التسجيل؟ الشيء اللي خلانا نستقبلوا دوسيه هنا إتوال ديجن هنا سته مارون سماره، يعني هم شغلوا اسمه كريتير ده هم رامبيلي الكريتير ناس ده عندهم لايه داخليه عندهم استاتي وعندهم البروسي فيربال هنا من اسامبلي جنرال. انا قدمت للكوميسيون
والكوميسيون خدمت فوق وفاليدي. فريق إتوال لكرة القدم بالدائرة السابعة قد وجد فرصة الظهور من المجهول، وكما يقال متى توفرت الإرادة سهلت الطريقة، ومن هنا يبدأ التحدي الحقيقي أمام الحالمين بأن يكونوا أو لا يكونوا، وهذا ما ستتكفل لنا الأيام بتفسيره. السيد عباسيتي، طبعا كلمة أخيرة، أنت أكد ما في طريقة إلا الحوار. إلا الحوار، نعم. وأنا نقول يعني ندور من كل طرف، الحكومة ورجال الأعمال، كل واحد يعني يبقى زور يكون عنده فكر بناي، ما يزعل، ما يعقد، ما يقول أنا قدران وأنا نقدر وأنا أنا نو، يعني كل واحد ده يكلم الواحد ويصبر للواحد ويفهم يفهم والناس الحواليم، الحواليم يعني رجال أديان وسياسيين آخرين، خلي يجيبوا فكر بناي، ما واحد يجي يعيد الحكومة ضد الترابير ولا يعيد الأمال ضد الحكومة. الفتن هو واحد، لا بد الحكومة ما تقدر تبني بلال البلال الأمال، والأمال بل الحكومة ما عندها حل ولا كيف. دوك فيجن واحد، الكل يكمل الأخر، ولا خلي كل واحد يجيب سهم حقه عشان نبنوا فيجن واحد للموقف اللي قاعدين فوقنا، ولا كيف. إذا سوينا فيجن واحد الحالة تبقى صحيح، وكل واحد الصبر كان مهم مره واحد، ولا كيف. شنو انا كنت اقول الاروغانس شنو الاروغانس، الترابير يقول انا والحكم يقول انا، الانانيه تجيب حل، تجيب حل ولا ما تجيب حل، ما تجيب حل اكيد. الحكومه هو الانفيل والرجال الترابير مساكين ساكن، ولا كيف. دونك شغل انا هنانيه كما في، خلي كل واحد يخلي منا ينفس حار، يخلي دميره صافي، ويدخل في هوار، والهوار يجيب حل 100%. وبعدين الزمن كله الواحد كل واحد يشوف الزمن، ما يقول هسه حاليا بيعدل كله، ما يكون. والحكومه هو عند الرول القاسي، رول القاسي رول صعب مره واحد، الحكومه صعب. وبعدين حكومه ده ما هو عند الحاله الحاسه حاليا هو يعدلها، كيف حصل لما شيء اخر. اما حاليا الوزير المالية، وزير الديالوج سوسيال، وزير الإيكونومي، وزير الياتو، هم دول اللي يعدلوا كذا حاليا. كلمة صعب، ريال ما في، تلقى الوزير ذاته ما عنده كاربيران نفسه، الوزير ذاته الواجبات الغليل كل ما عنده لنفسه، ولا كيف. ده بدنا نقول يعني خلي كل واحد يعني يخلي منا التعقد، ولا كيف، والأنانية، ولا ويشيف الزمن شيء يقع حين وسهل وعجل، ده ما 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 ممكن. ما ممكن. لا بد واحد يعني أول شيء يصبر، يفهم، يسمع الزول ذاك ويفهم الزول، ويكلم الزول، يفهم موقف أنا كل الزول هناك، ويلقوا حال يشوفوا قدام، والشيء اللي يبونه اللي يبونه في الزمن. اليوم كده ما يبون، حاضر كده ما ممكن، ممكن. علينا فيه الكوميتي تكنيك تريبارتي ده، ما لفظنا الحاجات دي من كل طرف. حاليا كيف تلقى 30 مليار بلا كوبا، بلا مثل كوبا أنا سالير، ولا بلا مثل أمباكر حكومة، يعني تقول شنو الحكومة كلها يسوى سنج منيستر، وبعدين فواش ما فيه، وبعدين السكرتير كله ينقص كم، يبدلك يعني شيء مستحيل، يعني شيء مستحيل يعني. لابد كل واحد يخلي التعقد زي ما قلت لك ده، ويسمى الطرف الداك، وفي حوار مبني الاساس، الاساس هو في الزمن يلقوا حال ان شاء الله. ان شاء الله، ولا كيف، ان شاء الله. اما انا نقول الترافير ده، انت قلت ترافير نهاني لك تلقى احسن سلام ان شاء الله، ولا ما كيف ان شاء الله. خلينا هنو لهم كله احسن سلام، ما من اللي حكومه كله خلينا نساعدوها عشان نمرق من الورطه اللي فوق دي. أكيد. كم ما فادنا برجلوها، اكيد لو كان برجلنا ده ما في صالح، وهذا الدخل هذا قالوا بنقص، كان نقص ده ما ذهب نخفف ذهب الازمه تبقى قوي. إذن سيدات وسادة، رسالة واضحة من قبل السيد علي عباس سيتي رئيس اللجنة الثلاثية للحوار الاجتماعي، وقال لا بد من أن الآخر يفهم الآخر، ولا بد من الصبر، ولا بد من ترك الأنانية وترك أرض العضلات، وعلينا أن نفهم الحكومة، والحكومة هي تعمل لصالح الوطن والمواطنين، وعلينا أن ننسجم مع هذه الإجراءات ونترك الحلول للمستقبل. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، ونشكر ضيف الكريم السيد علي عباسيتي، ونشكر السادة المشاهدين. حتى نلقاكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.